يعد قطاع غزة من المناطق الأكثر كثافة للسكان في العالم، إذ يعيش نحو 2,200,000 نسمة في مساحة لا تزيد عن 365 كيلومتر مربع، ويتوزعون على 44 تجمعا سكني. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 وأخلت المستوطنات التي كانت فيه، ومنذ ذلك الانسحاب وهي تنفذ عمليات عسكرية في القطاع من حين لآخر، بعضها تحول إلى حروب استمرت أسابيع وخلفت آلاف الشهداء. أبرز حروب إسرائيل على قطاع غزة، أولى هذه الحروب كان في عامي 2008-2009 عملية الرصاص المصبوب أو معركة الفرقان، إذ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2008 حربها على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم عملية الرصاص المصبوب، وردت عليها المقاومة الفلسطينية في القطاع بعملية سمتها معركة الفرقان، وكان الهدف لهذه الحرب القضاء على المقاومة الفلسطينية ومنعها من قصف إسرائيل بالصواريخ، بالإضافة إلى تحرير الأسير جلعاد شاليط. استمر العدوان الإسرائيلي 23 يوما، استخدم فيه الاحتلال أسلحة محرمة دولية. بدورها المقاومة استهدفت في هذه الحرب الغلاف الاستيطاني المحيط بغزة، وصل بعضها لأول مرة إلى مدينتي أسدود وبئر السبع. استشهد في هذه العملية 1430 شهيد، بينهم 400 طفل و240 امرأة، بالإضافة إلى 5400 جريح ومصاب، وتم تدمير ما يقارب من 10,000 منزل دمارا كليا أو جزئيا. وبدوره اعترف الاحتلال بمقتل 13 إسرائيلي، بينهم 10 جنود، وإصابة 300 آخرين. ثاني هذه الحروب كانت في عام 2012، سمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عمود السحاب أو حجارة السجيل، وردت عليها المقاومة الفلسطينية بمعركة حجارة السجيل، واستمرت 8 أيام. كان الهدف منها تدمير المواقع التي تخزن فيها حركات المقاومة صواريخها. استشهد في هذا العدوان نحو 180 فلسطيني، بعضهم أو عفوا كان 42 منهم من الأطفال و11 امرأة، أما الجرحى والمصابون فقد بلغوا 1,300 جريح، في حين قتل 20 إسرائيلي وأصيب 625 من الإسرائيليين، بحسب طبعا وسائل إعلام إسرائيلية. في عام 2014 جاءت عملية الجرف الصامد أو العصف المأكول. في منتصف العام 2014 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية سمتها الجرف الصامد، ردت عليها المقاومة بمعركة العصف المأكول، واستمرت المواجهة 51 يوما. وكان الهدف من هذه العملية الإسرائيلية تدمير شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة تحت الأرض في غزة، وامتد بعضها تحت الغلاف الحدودي. أسفرت هذه الحرب عن شهداء بلغ عددهم 2,322 شهيدا، وحوالي 11,000 من الجرحى، طبعا كان جلهم من الأطفال والنساء، فيما قتل 68 جنديا إسرائيلي وأصيب 2,522 إسرائيلي في هذه الحرب. المقاومة الفلسطينية في هذه العملية أطلقت صواريخ وصل بعضها لأول مرة مدن حيفا وتل أبيب والقدس، وتسببت بإيقاف الرحلات في مطار تل أبيب. في عام 2019 جاءت معركة صيحة الفجر. في أواخر عام 2019 استيقظ أهالي غزة على دوي انفجار بصاروخ انطلق من طائرة إسرائيلية مسيرة، استهدف أحد قادة المقاومة الفلسطينية، لترد على هذا الاغتيال في عملية استمرت بضعة أيام. المقاومة الفلسطينية طبعا أطلقت عليها معركة صيحة الفجر،
أطلقت خلالها مئات الصواريخ على مواقع وبلدات إسرائيلية، في حين تكتمت إسرائيل على خسائرها البشرية والمادية جراء صواريخ المقاومة. لذلك فإن غاراتها الجوية طبعا الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 34 شهيدا في قطاع غزة وحوالي 100 جريح من سكان قطاع غزة. في عام 2021 كانت عملية حارس الأسوار أو سيف القدس بعد استيلاء مستوطنين على بيوت مقدسيين في حي الشيخ جراح واقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 4000 صاروخ على بلدات ومدن في إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 12 إسرائيلي وإصابة نحو 330 آخرين. طبعا أسفرت هذه الحرب عن 250 شهيد وحوالي 5000 جريح في قطاع غزة. في العام 2022 كان الفجر الصادق أو وحدة الساحات. المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت حينها صاروخين باتجاه إسرائيل بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين وقتلت 9 فلسطينيين، ليرد بعدها الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية على قطاع غزة. استشهد في هذه الحرب 24 فلسطيني في قطاع غزة وجرح قرابة 203 من الفلسطينيين في قطاع غزة. أما في العام 2023 فجاءت الحرب الأشد ضراوة وفتكا، إنها طوفان الأقصى أو كما يسميها الاحتلال السيوف الحديدية. فجر يوم السبت السابع من أكتوبر تشرين الأول من هذا العام، شنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملية أسمتها طوفان الأقصى على إسرائيل، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا. وصلت فيه المقاومة إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة، وليعتبر أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، إذ كبدت المقاومة الفلسطينية الاحتلال خسائر جمة ووفيات بالمئات، واستطاعت المقاومة السيطرة على عدة مستوطنات، حيث تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 وأصيب أكثر من 3000 آخرين. وصل عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل منذ 7 من تشرين الأول الماضي على غزة إلى أكثر من 21,000 شهيد وأكثر من 60,000 مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء حتى لحظة كتابة هذا التقرير. استهدف الاحتلال خلال الحرب 102 من المؤسسات الصحية وأخرج جلها عن الخدمة، فيما استشهد قرابة 300 من الكوادر الصحية، واعتقل الاحتلال العشرات من هذه الكوادر، ودمر أكثر من 28,000 وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، وتم استهداف أكثر من 77 منشأة للأونروا، بالإضافة إلى العديد من المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء، كما قصف أكثر من 83 مسجدا بشكل كامل و3 كنائس حتى لحظة كتابة هذا التقرير.